تحية طيبة مشاهدينا الكرام لكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم، نبدأه من أبرز الأخبار في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم. صحيفة ألمانية تصف سمو الأمير محمد بن سلمان بمهندس المستقبل. الشورى يؤيد دراسة تعديل نظام الجنسية والموافقة على إضافة ممثل عن ديون المراقبة العامة إلى عضوية لجنة الإعارة والعمل. مشاهدينا، ما هي أبرز المواضيع التي سوف أناقشها بإذن الله في هذه الحلقة في برنامج الوطن اليوم؟ أمير مكة يشيد بإبداع شذا لطويرقي بطل تحدي القراءة. 16 جهة حكومية تطلق برنامج الإسكان لتملك المسكن الأول. والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مدربات عالميات لتأهيل السيدات في مجال السيارات. تحية طيبة مشاهدينا الكرام جديد. أشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أشاد بقدرات الإلقاء لابنة الطايف شذا باشا الطويرقي بطلة تحدي القراءة على مستوى السعودية لفئة الإناث، والحاصلة على المركز الرابع من بين 16 دولة عربية في مسابقة تحدي القراءة الذي أقيم مؤخرا بدبي، عندما فاجأته وفاجأت الحضور في حفل تدشين المشاريع الصحية التطويرية بظهورها وهي ترحب بالفيصل بأسلوبها الذي كانت تتحدى به في مسابقة القراءة. مشاهدينا، والتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ومن دبي الدكتورة ليلى عبد العزيز الهلالي المستشارة الاجتماعية والأسرية. هلا ومسهلا فيك دكتورة. بداية حنا يعني كلنا فخورين بشذا، وفخورين أيضا يعني بالنهاية بأهل شذا بأسرة شذا، واللي فعلا هم اهتموا فيها واعتنوا فيها وينشفوا ميولها وين واتجهوا نحوه، وبالتالي شذا أصبحت يعني من المتفوقات عربيا في مجال القراءة وليس فقط على المجال أو في المجال السعودي. حدثينا اليوم عن دور الأسرة في تنمية وتأهيل قدرات أطفالنا. مساء الخير أختي شيرين، ومساء الخير للحضور، ويعطيكم العافية على هالطرح الجميل وعلى هالموضوع الموسم. فعلا شذا كانت مرفتة وكانت جميلة ورائعة وفخر فعلا للوطن العربي وكل اللي كانوا حاضرين في المسابقة. وهذا يؤكد لقضية مهمة جدا في أحد أهم الدراسات، كان تشار إلى أن الطفل العربي لحد 5 سنوات هو الطفل الأذكى على مستوى العالم، الأذكى على مستوى العالم، بعد 5 سنوات ينحدر مستواه إلى أن يكون في التصفوف الأخيرة مع الأسف، والسبب البيئة، الرعاية، الأسرة. شذا انعتقت، شذا طفلة موهوبة، ذكائها واضح، ذكائها الاجتماعي واضح، وكانت محظوظة جدا بوجودها في محيط أسري داعم. كل طفل عربي محتاج للمحيط اللي تربت فيه شذا، محيط اللي تربت فيه شذا ساعدها كثير على أنها تنمي مواهبها، قدراتها، ثقتها في نفسها تكون عالية. حضورها كان مميز وسيظل مميز بوجود هذا الدعم الأسري الجميل. نعم. طيب لما طيب دكتورة، خلينا شوي بتوقف أنا عند نقطة مهمة. الحين تقولين الطفل العربي هو الأذكى عالميا قبل 5 سنوات، وبعد كذا يعني مع احترامي يصبح يعني في المراتب المتأخرة من حيث الذكاء، زي ما نبي نقول الأغبى عالميا، زين طب ليش؟ والدراسة هذه على إيش اعتمدت؟ يعني من وين الدراسة هذه؟ الدراسة هذه يبدو لي كانت دعمتها منظمة الصحة العالمية إذا أنا مو غلطانة، بس أنا اطلعت عليها في المكتب. وطبعا تم دراسة عدد كبير، شرائح كبيرة من سنوات طويلة من الأطفال. طبعا يعود السبب مع الأسف للمراتب الدنيا للطفل بعد تجاوز 5 سنوات. ليش؟ يعني بسبب الأهل، يعني المجتمع، الأهل، التعليم، الصحة، الغذاء، يعني قائمة طويلة شيرين، ما راح أقدر أحصرها في هذه المكالمة، لكن قائمة طويلة تنبهنا أنه إحنا بحاجة إلى إحنا نعيد صياغة تعاملنا وتربيتنا للطفل، لأنه هذا هم المستقبل، هذا هم مستقبلنا. أكيد أكيد. طيب دكتورة، عند هذه الجزئية اليوم طبعا احنا نشوف نماذج مشرقة ومشرفة من أطفالنا، وبالتالي يعني في نماذج مكبوتة أو غير ظاهرة أو حتى عندها إبداع بس ما حد درى عنها. طيب الحين وين يعني دور بداية المدارس
وبالإضافة أكيد لدور الأسرة في إبراز تلك المواهب. والله هي عملية مشتركة بين 3 جهات، الأسرة رقم 1، والمدرسة رقم 2، ومؤسسات المجتمع بشكل عام رقم 3. احنا محتاجين يكون في تكاتف وتعاون لاكتشاف الموهوبين، دعمهم، اعطائهم الفرص لتحقيق النجاح، لكسب الثقة بالنفس. القضية مهمة جدا. يعني انا في عيادتي من تقريبا شهر قابلت طفلة معدل الذكاء عندها يكاد يكون معدل عبقري، يعني متجاوزة كل اللي في سنها، ومع ذلك كانت فاشلة جدا في دراستها. أمر مؤلم جدا لما يكون معدل الذكاء عندها أكثر من 130 الآي كيو وفاشلة في دراساتها. هذا يشير إلى أن القضية بحاجة إلى اهتمام ورعاية كاملة من قبل عدة جهات: الأسرة، المدرسة، وكافة مؤسسات المجتمع المدني. طب دكتورة معلش اعذري جهلي، يعني لو أنا أبغى أعرف هل هناك يعني في جهاز معين أو آلية معينة لقياس نسبة الذكاء؟ ولو كان موجود حنا ليش ما نعرفه؟ ليش ما هو منتشر سواء يعني دور الصحافة دور الإعلام؟ لو كان موجود يعني أنا أبغى شيء، اللي أنا مثلا على سبيل المثال أنا عندي عيال، يعني أحد يشوف فعلا يقدر يميز ذكاء عيالي، هم عندهم ذكاء ولا ما في، يعني عشان أغسل يدي ولا أحاول. تفضلي. موجود موجود حبيبتي، مطلوب أنه هذا يكون موجود كمان في المدارس، بس هو موجود عند مكاتب الاستشارات النفسية والاجتماعية موجود. طب ليش احنا ما نعرف عنه؟ والله ما أعرف، هو موجود صحيح أنه مش منتشر، ولا هو يمكن كثير من الناس ما يعرفون، بس هو موجود. يعني المفروض انه الواحد يروح يشوف، عشان كمان ما يقصوا على طفله اذا كان مستوى الذكاء عنده مختلف عن اخوته، يعني لما يقارن. ولو كان غبي خلاص من البدايه اجلس ماما في البيت، كل ارقد وامن وخلاص يعني. لا هو فعلا عشان ما تضغطي عليه، اذا كان ما يقدر يؤدي على المستوى الاكاديمي، هو حدوده معينه، سقفه محدود، ما تضغطي عليه وتخلي يعني مقارنه بينه وبين من هو اعلى منه في مستوى الذكاء. هو ممكن يكون عنده ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي. المسؤوليه مهمه جدا، احساسنا بتربيه الابناء مسؤوليه مهمه. هو مش مجرد انه ناكلهم ونشربهم وندخلهم مدارس، لا، لازم نكتشف مواطن القوه والضعف واحساسهم، نتعامل معهم على انه كيان مستقل، له حاجاته له ادواته اللي تميزه عن غيره. ف هذا مهم جدا شيرين، وموجوده هذه المراكز، يمكن مو منتشره بس موجوده، ويبدو المفروض انه المدارس تهتم. والله مفروض يكون في اهتمام، مفروض كل الناس تعرف عنها، يعني مو مثلا احنا نتفاجأ انها هي موجوده، او يعني موضوع من خلال يعني اكيد اليوم اللقاء انا كنت سعيده بهذه المعلومه بالنهايه. اكيد في محاور كثيره تتعلق بعيالنا، بذكاء عيالنا، بتنميه قدرات اولادنا، لكن للاسف انا ادركني الوقت، لكن اشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم من دبي الدكتوره ليلى عبد العزيز الهلالي المستشاره الاجتماعيه والاسريه، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، أطلقت 16 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ومؤسسات في مدينة الرياض برنامج الإسكان، وذلك ضمن برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفا رفع نسبة التملك إلى 60%، وذلك بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030. سيتم من خلال برنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولا سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم. البرنامج يترجم توجيهات الحكومة رشيدة بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين. وقعت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة الاتصالات السعودية STC مذكرة تفاهم لحصول الشركة على الحقوق الحصرية لنقل المسابقات المحلية في كرة القدم السعودية ومباريات المنتخب السعودي في صفقة تعد هي الأكبر في تاريخ المملكة. هذا أسعد أكيد الجماهير معلقين على الخبر بوسم أكبر عقد نقل للدوري السعودي. برنامج الوطن اليوم رصد أبرز تلك التغريدات والتي كان منها بداية سلمان فهد المالك غرد قائلا:
رياضتنا تشهد قفزات تاريخية بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين، وبالتخطيط الكبير من معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ بتوقيع اتفاقية رعاية أكبر عقد نقل للدوري السعودي. أما تغريدة أخرى نشوف تغريدة حقت سالم الأحمدي غرد قائلا مدة العقد 10 سنوات بقيمة 6 مليار و600 مليون ريال، يعتبر العقد الأضخم في الشرق الأوسط، مبروك للأندية السعودية. أما الكاتب فهد الروقي غرد قائلا فوائد العقد الجديد: أولا تطوير النقل التلفزيوني وتحسينه بما يتناسب مع طموح المشاهدين وفق أحدث التقنيات. اثنين زيادة مداخيل الأندية من النقل ب3 أضعاف. الإعلامي عبد الله بن زنان غرد قائلا ما يحدث من عمل جبار في رياضتنا من خلال معالي المستشار تركي آل الشيخ يجعلنا نتفائل بعهد جديد مبشر بالخير والتقدم، خطوات نحو مصاف الدول الكبرى. شكرا معالي المستشار وفرق العمل معه على ما تقدمونه من جهد يذكر فيشكر، وفقك الله يا أبو ناصر. آخر تلك التغريدات التي نرصدها لكم اليوم في برنامج الوطن اليوم هي الأستاذ موسى المحياني غرد قائلا من أهم الخطوات لرفع مستوى أي دوري بالعالم هو زيادة مداخيل أنديته لإعطاء مسيرتها الفرصة لتقديم منتج يتناسب مع الاحترافية التي وصل إليها العالم من حولنا، وأهم تلك المداخيل هو النقل التلفزيوني. شكرا بحجم السماء. مشاهدينا الكرام، وعودة مرة أخرى لموضوعنا المهم الذي كنا تحدثنا به قبل نتناول موضوع تويتر، ألا وهو توقيع عدد من الاتفاقيات، وذلك بهدف تأمين المسكن لكل مواطن في المملكة العربية السعودية. تنضم إلينا الآن عبر الهاتف ومن جدة الأستاذة ازدهار باتوبارا الخبيرة العقارية. هلا ومسهلا سيدة ازدهار، الله يحييك في برنامج الوطن اليوم. بداية عندما نتحدث عن هذه الاتفاقيات، هي أكيد جزء من رؤية 2020 وتحقيقا أيضا وتكاملا حتى تتحقق الرؤية الكاملة، رؤية 2030، حدثينا عن ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. والرؤية 2030 بإذن الله رؤية خير وبشرة حلوة للوطن والمواطنين. سيدتي، موضوع الإسكان وما أكرمتنا به القيادة الرشيدة ووزارة الإسكان بتسهيل استلام الوحدات السكنية اللي هي للإسكان، تمام؟ وضمت عدة 16 جهة، منها وزارات ومنها هيئات، للتسهيل المواطن كيف يستلم بدل ما يروح لهنا وهنا وهنا. ولكن هذا طبعا من اهداف الوزاره ومن اهداف الرؤيه، ان يسهلوا للمواطن وفي نفس الوقت هي رفاهيه المواطن وتمكينه من السكن، اوكي؟ نعم. ولكن احنا نقول لفئه معينه، معليش عفوا يعني اقول فئه معينه هي اللي تستحق الايش؟ الاسكان، طبعا في شروط. ايش هي الفئه هذه؟ ايش هي الفئه؟ أقل من 20,000 دخلهم، 14,000 دخلهم. يا كثرهم، يعني فئة كبيرة، هي تقريبا يعني أيه. الغالبية العظمى أقل من 20,000، سمي. أيه، يعني هو من ذو الدخل المحدود بما معناه، أوكي؟ لأنه لكن هنا نجي نقول نحن نطمح من وزارة الإسكان إنهم هم مثلا بيعطوها، طب هذا اللي عنده الدخل البسيط، طبعا مرة قليل اللي عندهم 14، يعني رواتبنا هنا من 3,000 و4,000. طيب لو انهم يضم يخلوا بدل يعني بس يسهلوا في المعاملات، يخلوا البنوك تساهم، يعني تساهم في تقليل تكلفة السكن، تمام؟ كيف البنوك تبي تساهم في تقليل تكلفة السكن؟ وأنا برأيي، يعني رأيي الشخصي، أن أكثر الأشخاص المتضررين هي قرارات الحكومية التي تسعى لتخفيض أسعار السكن، وأيضا تسعى لإعطاء المواطنين السكن. يعني خلي بقول لك بصراحة، القوانين هذه كلها تبي تضر البنوك، لأن البنوك كانت رزقها وعيشتها على أنها تخصم نص الراتب حق الضعوف اللي هم يعني يغلطون ويأخذون قرض عقاري منهم. مين البنوك اللي مساكين؟ كلبهم. أي كلبهم المساكين؟ أيوه. لا طبعا البنوك مش مساكين. تقولي لي ايش دكتوره؟ استاذتي سميه؟ استاذتي
اي تفضلي، ما سمعتك. بس البنوك لنفترض يفرض عليهم الخدمة الاجتماعية دي، تمام؟ ليش ما انت الان بتقولي هم البنوك يعني معناه مظلومين، صح ولا لا؟ لا لا لا، انا اقول اكبر المتضررين من القرارات هذه هم البنوك، لان البنوك صراحه كانوا يمصون دم خلق الله بسبه القروض، سواء قروض شخصيه سواء قروض عقاريه. ولا تنسي موضوع ايضا ان اللي يقول لك والله البنك انه يقعد ياخذ مثلا 20 سنه او 10 سنوات فايدته، وبعد كذا يبدا بعد 10 سنوات من ان المواطن هو يسدد، بعد 10 سنوات يبدا البنك ياخذ قيمه القرض الاساسي. اكبر المتضررين انا اتكلم، مش مساكين طبعا، هم البنوك. سمي. لا طبعا. لا معلش معلومتك غلط. واولا بموضوع اللي احنا الان بنهرب، ليش معلومتي خطا؟ ليش معلومتي خطا؟ صلحي لي عشان الوقت محدود. تمام. هم انا اللي اعرف الوقت يا استاذه ازدهار، انا اعرف الوقت وانا معطيتك وقتك، انا بخليك طيب. تكملين فكرتك كامله، تفضلي. هم احنا الان بنتكلم على الاسكان. الدوله معطيه الفلوس للبنوك، اوكي. يعني ما هم ضامنين فلوسهم، ضامنين فلوسهم كيف يعني حيكون؟ اما القروض الشخصيه احنا ما ندخل فيها، احنا الان ما احنا في 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 الحديث فيها، فهمتيني؟ يعني من ترى ما تكلمنا عن القروض الشخصيه، احنا قاعدين نتكلم عن القروض العقاريه. تفضلي. لا الدوله بتدعم البنك، بتدي له الفلوس. البنك العقاري اصلا ميزانيه الدوله، وزاره الاسكان اللي هو لهذا بتعطي للبنك. كان قبل كم شهر انه هم البنك حولونا على حول المستفيدين على البنوك، والبنوك بتفرض عليهم ارباح. وبعدين مكرما من الملك شال هذا، خلاص 500 يعني تسددها 500. الدوله بتعطيها مقدما للبنوك، وضعتها في البنك. زين اتضحت الصوره. انا من رايي استاذه ازدهار اشكرك على وجودك معي في برنامج الوطن اليوم. ازدهار بتوبارة المحللة الاقتصادية، اشكرك كل الشكر. مشاهدينا خلينا نروح الفاصل قصير ونواصل عقبه برنامج الوطن. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. أطلق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني دكتور أحمد الفهيد الهوية الجديدة للمؤسسة، معلنا مبادرات نوعية عدة خلال الحفلة التي أقيمت في الرياض أمس الاثنين، وذلك بحضور وزير التعليم رئيس مجلس المؤسسة دكتور أحمد العيسى. وأوضح الفهيد أن رؤية 2030 تمثل مرتكزا وهدفا أساسي تسعى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة لتحقيقه، وأن التغيير الكمي والنوعي الذي اتسمت به الخطط الاستراتيجية والتنموية في السعودية دعا المؤسسة لتطوير سياساتها التدريبية بما ينسجم مع محاور وأهداف الرؤية. وكشف أن المرحلة الثالثة من برنامج أتقن تعمل على إطلاق دورات تدريبية فنية للسيدات في مجال السيارات، يتم تقديمها من قبل مدربات من دول بريطانيا وأمريكا وكندا. تقدمت 13,119 سعودية على برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول، الذي يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص. وفقا للمتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف خالد أبا الخيل، وقال أبا الخيل إن وصول يأتي كأحد الحلول لمعالجة مشكلة التنقل من وإلى مقر العمل من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين. وبين أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مشاهدينا والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ومن الرياض الأستاذ خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل. يلا حيا الله يحييك أستاذ خالد في برنامج الوطن اليوم. بداية حدثنا بشكل مفصل عن برنامج وصول. أستاذ خالد زين، بس نبغى من الشباب يحاولون يرجعون يتصلون مرة ثانية بالأستاذ خالد أبا الخيل. خلونا هالحين نتوقف، رجع الفون مرة ثانية.
الله يحييك استاذ خالد في برنامج الوطن اليوم. اذا خالد ابو الخيل المتحدث الرسمي باسم وزاره العمل، بدايه ابغى شويه معلومات عن برنامج وصول. مساء الخير، مساء الخير للمشاهدين. مساء النور والسرور. الله يحييك. برنامج وصول هو احد برامج صندوق تنميه الموارد البشريه بهدف تمكين السعوديات ومن الوصول الى اعمالهم بكل يسر وما يكون هناك اي عوائق تحد من انتاجيه. فكان في البدايه لنا تجربه كانت في جده على 350 سيده، بداناها مع شركات توجيه المركبات ومن ثم عممنا هذه التجربه. فالان البرنامج انطلق، بدانا فيه وزي ما ذكرت هو يعني من برامج الصندوق، يخفف عبء تكاليف النقل على العاملات السعوديات في القطاع الخاص، ويتحمل صندوق تنميه الموارد البشريه 8% من التكلفه الخاصه بهذه الخدمه. نعم، هذا البرنامج سوف يكون فقط للسعوديات في القطاع الخاص ولا ممكن يشمل ايضا القطاع العام؟ لا، فقط مخصص للسعوديات المسجلات فقط في التأمينات الاجتماعية. نعم. أي يعني سعودية مسجلة في التأمينات الاجتماعية وبغض النظر عن مكان عملها، سواء تعمل في لدى جهة حكومية ولكنها هي مسجلة في التأمينات الاجتماعية. نعم. أو تعمل لدى منشأة القطاع الخاص، فبالتالي هي تستطيع التسجيل. نعم، لفت نظري أيضا أن طبعا هدف سيتحمل 80% من تكلفة كل رحلة أيضا، وأنه لن يكون هناك علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة. طبعا يعني جزئية جدا مهمة أستاذ خالد، وتشكرون فعلا عليها، حدثنا عنها لو سمحت. وبالضبط هذه خدمة تقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية للسيدات الراغبات في هذه الخدمة. لا يدخل فيها أي شيء يتعلق بالبدلات أو شيء، هذه خدمة إضافية تقدمها، لأن احنا نعطي العاملات زي القسائم بحوالي 33 رحلة أو 32 رحلة أسبوعية شهريا، فبالتالي هي تستطيع أنها تصل من خلال هذا القسائم تصل إلى جهة عملها من خلال شركات توجيه المركبات في جميع مناطق المملكة، فبالتالي هي إضافية. يعني الصندوق ساهم في التخفيف من العبء على العاملات اللي يواجهن صعوبة في التنقل للعمل، وأيضا هي يعني حتى يعني عشان جودة المركبات وأيضا علشان السلامة وعلشان كلها تدخل هذه في أن تصل إلى عملها باطمئنان ليكون هناك انتاجية عالية دون ان يكون في اي عوائق. نعم، طيب حدثنا ايضا يعني عن المركبات التي سوف تكون مؤهلة لتلك السيدات والسائقين، تدريبهم وتأهيلهم، وبما ان ايضا يعني في القريب العاجل المرأة السعودية سوف تقود، وبالتالي ممكن ايضا ان السائقين يتحولوا الى سائقات. هي الخدمة احنا يعني تعاون مع شركات توجيه المركبات اوبر وكريم وغيرها من الجهات المرخصة في توجيه المركبات، فبالتالي هذه هي اللي يعني تنقل السيدات الى مقر عملهن. فاحنا بالاتفاق مع هذه الشركات تم يعني دفع هذه المبالغ الى الشركات وتحمل عنها عن السيدة، وإذا كان يعني حتتحمل فقط 20% لأن في قيمة محددة على حسب يعني المسافة والمنطقة يعني، لكن الصندوق يتحمل ملتزم بتحمل 80% من التكلفة. نعم، أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم، شكرا وجودك أستاذ خالد أبو الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتوقف الآن مع هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري الشايب، وفيها الشورى يطالب وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية واستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة
الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي. الشورى يطالب وزارة التعليم بتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف. والشورى يطالب بنك التنمية الاجتماعية بافتتاح أقسام نسائية في جميع فروعه لتسهيل حصول النساء على القروض. الهيئة العامة للزكاة والدخل تفتتح باب التسجيل للجهات الراغبة بالعمل كممثل ضريبيا للمنشآت غير المقيمة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. دائما نكون سعيدة بتواصلكم معنا بتقديم الاقتراحات ومواضيع أيضا برأيكم من المفيد أن إحنا نناقشها في البرنامج. دائما راسلونا على هاشتاغ البرنامج الوطن اليوم، وأكيد دائما على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم @الآن.tv. أنا بإذن الله بكون معكم بكرة الساعة 3 بتوقيت السعودية في حلقة جديدة من برنامجكم الوطن اليوم. مع السلامة.